نظمنا نحن تجمع شباب كفرنبيل مظاهرة في مدينة كفرنبيل. هدفنا هو أنه نطالب في المعتقلين اللي اعتقلهم النظام من بداية الأحداث لحتى الآن. هذه المظاهرة كانت تطالب المعتقلين المغيبين قسريا في سجون النظام وفي سجون الظلام، في سجون جبهة النصرة، في سجون النظام، يجلدون مغيبين قسريا. يجب على العالم أن يقف معنا للإفراج عن المعتقلين. اليوم في مظاهرات تحت شعار الحرية للمعتقلين، حيث رفع المتظاهرون شعارات تطالب بالحرية للمعتقلين وتدخل منظمات المجتمع الدولي ذات الصلة للإفراج عن بقية المعتقلين في سجون النظام. قدرت منظمات الأمم المتحدة عدد المعتقلين في أقبية مخابرات الأسد بأكثر من 300,000 معتقل ارتكب الأسد ضدهم الكثير من جرائم التصفية والإبادة. تقاسيه بلادي فاشهدن.